طبعا الحضور ديالي يعني لمؤازرة الأخ ديالي اللي عزيز عليا كمخرج وكممثل وك يعني فنان مقتدر، وكنتمنى له يعني التوفيق ان شاء الله في هذا الفيلم اللي كيطرح قضية المرأة اللي هي محتاجة لعدة مواضيع اللي كتعطي للمرأة الحضور ديالها، لأن المرأة المغربية الحمد لله الآن أصبحت في جميع الميادين عندها حضور كبير. فمشاكلها الاجتماعية، مشاكلها كفنانة، احنا مع الشباب، مع المواهب اللي عندها كفاءة، اللي عندها موهبة معاها، ماشي أي واحد ولا أي وحدة يعني بانت في انستغرام ولا في هذا غادي تجي دير المسرح او المسرح ما مسقدرش تلفزيون سينما، لان البقاء للاصلح، لان اللي ما عندوش جذور وما عندوش مواهب ما يمكنلوش يستمر. الاستمرار هو اللي كيبين ان واش هذاك الفنان او واش هذيك الشابه او ذاك الشاب عندهم ما يقولوا. فمرحبا بهم، هو كاين واحد التسيب، كاين واحد التسيب مع الاسف، ما كاينش واحد الانضباط، لان ما يمكنش بالاخص الاخراج ولا حتى التمثيل الان، لان احنا دزنا في مدارس ما كانش الوقت ديالنا معاهد، كان ولكن كانوا ناس اكفاء مخرجين ورواد اللي كونونا وكنعترفوا بهذه القضيه. فماشي عيب ان الواحد لا كيحس عنده موهبه يمشي يدير تكوين. الحمد لله صبحت الان ها الانترنت، ها معاهد كاينه، كلشي كاين، علاش لا؟ انا توحشتهم، وان شاء الله كاينه اعمال ديالي اللي غادي ان شاء الله في هذه السنه غادي تكون، ونتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. وشكرا. كنتمنى النجاح الكبير لهذا الفيلم اليوم جرى دما الحق. كنا متشوقين شحال هذه، حنا كنشوفوا البوند انونس ديالو وكنقول غيري متى يوصل هذا النهار ونجيو نتفرجوا. ما كاينش غياب، يعني كاينه اعمال ان شاء الله غادي تشوفوها قريبا، وكاين عندي اعمال مسرحيات تقريبا كنشتغل المسرح اكثر ما كنشتغل في التلفزيون. ونتمنى ان شاء الله العمل الجديد رحاليات يعجبكم ان شاء الله. وانا كنقول اللي عنده الموهبه يطلع ويقدم لنا شنو عنده، والجمهور تيحكم، الجمهور كيبقى هو الحاكم الاول، وهو اللي كيعرف شنو اللي اختار. ولو الانسان يقدم ما عنده يعني الجمهور في الاخر هو اللي غيحكم عليه كان مزيان ولا كان خايب. كنبغي نقول للجمهور ديالنا المغربي يعني يساند الاعمال الناجحه، ويكون عنده، احنا كنعرفوا الجمهور المغربي عنده ذوق رفيع، ويحاول ما امكن ما يمشيش في التفاهات.